السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي في الله، دائما مع القصص المثيرة عن قانون الجذب، وهذه المرة قصة شخصية عن قانون الجذب حدثت في حمام عمومي، فمرحبا بكم مرة أخرى. كان ذلك يوم أحد وهو يوم عطلة، وبالتالي كان الحمام العمومي ممتلئا عن آخره. ذهبنا مساء أنا وأحد الأصدقاء لنتفاجأ بالكم الهائل من الناس طبعا في هذا الحمام العمومي. شعرت طبعا بالاختناق لدرجة أنني لم أجد مكانا أجلس فيه أنا طبعا وصديقي، وبالتالي كانت المياه قليلة والازدحام شديد، فتغيرت مشاعري بصورة سريعة جدا إلى مشاعر سلبية. طبعا لم أستطع أن أتحكم في أعصابي للوهلة الأولى، وفجأة تذكرت قانون الجذب الذي أشتغل فيه وأشتغل عليه. حاولت رغم الصعوبة الكثيرة في ذلك أن أجد مكانا بين الناس، وهكذا استلقيت في مكان ضيق نوعا ما وتذكرت قانون الجذب، وبالتالي ما كان علي إلا أن أغمض عيني طبعا وأتذكر أنني علي أن أغير مشاعري. والمعلوم طبعا أن المشاعر هي الأساس، إذا كانت مشاعرك متغيرة وتستطيع أن تغيرها بين كل لحظة وأخرى فإن ذلك يساعدك طبعا على الحصول على ما تريد ولو طبعا بشكل نسبي. أغمضت عيني طبعا في ذلك المكان وحاولت أن أنشط طاقتي نحو الإيجابية، وهكذا بدأت أتخيل أن الحمام شبه فارغ من الناس والماء متوفر بكثرة، وأنا طبعا ألهو بمرح وسرور مع صديقي في الحمام. بقيت على هذا الحال طبعا لمدة بسيطة وبطريقة لا يصدقها عقل في غضون بضع دقائق فقط، وربما لم يتجاوز الأمر نصف ساعة حدث ما تخيلته بالضبط. أصبح الماء متوفرا بكثرة والحمام بدا وكأنه شبه فارغ فعلا، لأن كثير من الناس خرجوا طبعا بعد عملية الاستحمام في هذا الظرف الوجيز. غيرت متاعي وبالتالي تغير هذا الواقع الذي كنت أتمناه، وفعلا كما تخيلت الأمر بالضبط كنا في مكان ما أنا وصديقي نتبادل طبعا الكلمات المضحكة، وهكذا تم الاستحمام طبعا بشكل رائع جدا لما تغيرت المشاعر، وذلك في ظرف وجيز جدا. الخلاصة طبعا بسيطة، إذا كنت تشعر بالضيق فما عليك إلا أن تغمض عينيك لبرهة قصيرة وأن تحاول أن تتخيل ما تريد بالضبط ولا تلاحظ ما لا تريد. كلما كانت المشاعر المتدفقة نحو عقلك الباطن بصورة أفضل وأروع وكنت متأكدا من حصول هذا الشيء، من المحتمل أن الأحداث سوف تجذب إليك ما تريد بالضبط، وهذا ما حدث معي في الحمام العمومي طبعا أنا وصديقي يوسف حسن. في أمان الله.